يضعف نعمة الله عليك ولا ينفع المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني. وأضاف المركز أن المعارك ما تزال مستمرة خلال اجتماعه أمس في جدة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي في اليمن والمتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار رقم 2216. انطلقت عملية تحرير مركز ناحية الجيارة بمشاركة قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة وبإسناد القوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتحريرها من داعش، حيث تم اقتحام الجيارة من 3 محاور وانكسار جميع الخطوط لصد داعش وقتل العديد منهم. يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيهدون إلى الصراط والعبور حتى يصلوا إلى الجنة وغيرهم يتخبط ويقع في النار. وأجمل الأغاني العربية والليبية 105.5 FM. خسروا الدنيا وتدنست أيديهم بالدماء المعصومة كما تدنست أرواحهم بالبدعة وقلوبهم بالهوى، واحترفوا الكذب والبهتان وقلب الحقائق وتزييف الواقع. مشاهدة هذه المباريات فيها إضاعة للمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ما هو إضاعة المال؟ برنامج زيرو سياسة مع نشوى شوية على راديو الوسط.